تسجيل اول حاله في كركوك لداء الراي بيز منذ ما يقارب 3 ايام بعد اجراء الفرق المشكله والحراس الوبائيين انتباه بهذا الوباء الفيروس، فتم ارسال العينه الى المختبرات. بعد اجراء الفحص النسيجي لهذه العينه تبين انها مصابه. بعد ذلك تم تحديد هذه بشكل اولي هاي الحاله بشكل اولي، وذلك من خلال العلامات السريريه اللي ظاهره على الحيوان، منها الحمى والصداع وكذلك الارتجاف والتقيؤ. ومن ثم في المراحل المتقدمه ظهرت عليها علامات تشنجات وعلامات عصبيه والعلامات العدوانية، ما أكد الإصابة بهذا الفيروس. بالنسبة لفرقنا قامت بمعالجة الموضوع أول بأول، وذلك من خلال حجر الحيوان وعزله عن باقي الحيوانات، وكما تم توجيه وإرشاد أهالي المنطقة بعدم التقرب من هذا الحيوان لحين ظهور العلامات بشكل أدق. وبعد أن ظهرت تم القضاء على الحيوان وإتلافه بالطرق المتبعة، وهي بحرق الذبيحة وطمرها بمستوى ما يقارب المترين تحت الأرض. وموجود وليس فقط بالكلاب، وإنما موجود في الكلاب وكذلك القطط ممكن، وحتى القوارض. زين، وهذا مرض فيروسي، يعني لما يتم عض الحيوان ينتقل من حيوان إلى حيوان آخر. لكن المشكلة في هذا المرض هو عدم ظهور الأعراض مباشرة، ولكن ممكن حسب موقع الإصابة أو العضة، كلما تكون قريبة من منطقة الرأس تظهر العلامات بشكل أسرع، قد يكون يعني تصل من 10 إلى 15 يوم إذا كانت قريبة من منطقة الرأس، مثل ما صار بهذه الحالة. هي كانت العضة في منطقة الأذن، فبعد تقريبا 15 يوم ظهرت الإصابة. لكن إذا كانت في أماكن بعيدة، مثلا في الساق الخلفي، ممكن تأخذ من شهر إلى شهرين 3 أشهر يلا تظهر العلامات على الحيوان. مثل ما قلت لك، هو لما تظهر عليه بالأول، في حال حدوث أي حالة عض لبقر أو لغنم أو لأي حيوان ثاني موجود، يجب إبلاغ السلطة البيطرية في القاطع. هذه أولا. ثانيا، في حال انه حصلت الحاله هو ما علم بها، ممكن في حال ظهور اي علامه من علامات الاصابه، اللي هي مثل ما قلت لك تبدا بالبدايه بالحمى والصداع، ومن ثم الامتناع قد يكون عن الاكل شيئا ما، ويلحقهم بعدين بعد تطور الحاله الحالات التشنجات اللي تصير لدى الحيوان، وكذلك الحالات العصبية والحالات العدوانية اللي الملحوظة على الحيوان المصاب.